السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. قلت اليوم مظلومة بزاف كيف ما قلنا البارح، وتنسبوا لها الغازات والألام في الكرش. أكلة صديقة الحوت حيث تنرافقها في أغلب الأحيان على الطبلة المغربية بالحوت اللذيذة، وفيها مما لا شك فيه منافع كثيرة. اللوبيا البيضاء هي موضوعنا اليوم، بغينا نتعرف على اللوبيا البيضاء غذائيا وقيمتها الغذائية فين تتجلى. اللوبيا البيضاء انا بغيت نطرح سؤال الان للمستمعين وبلا ما يعطيونا الجواب، كل واحد يخلي الجواب ديالو عنده. انا غنجاوبك في عوضهم، انا تنوب عليهم هنايا. شحال مرة تاكلوا اللوبيا في السيمانة؟ شحال من مرة؟ تقدر مرة في السيمانة ولكن ماشي كل سيمانة. يعني شحال مرة في الشهر؟ مرة تنسكروها، شحال مرة في الشهر مثلا أو جوج المرات على الأكثر. هذا خطأ. هذا خطأ وهذا خطير، لأن أصبحنا تنفقدوا هذه الأغذية هذه، والاطفال ربما ما بقاوش عارفين هذه الاغذيه شنو هي. فللاسف الاغذيه اللي خصها تكون مصاحبه لنا طيله الموسم اصبحنا نراها نادرا في المائده ديالنا، في حين ان الاغذيه اللي عندها واحد الوقت معين في الموسم اصبحنا تنشوفها طيله السنه، ربما تكون حضره طيله السنه. وانا اللي سمحت لي اختي سميره تفضل، نبغي بين قوسين نشير لواحد المساله اللي تضرني بشكل كبير واللي خص هذا المستمعين يفهموها ويعرفوها. ومسألة ديجا شرنا لها، قلنا بأن تناول ديال الأغذية في الموسم ديالها نقطة ضرورية وإيجابية. وقلنا بأن كاين هناك أغذية اللي خصها تكال طيلة السنة اللي ما تتخسرش، من بين هذه الأغذية كاين اللوبيا. ولكن الآن يعني ملي تشوفوا في السوق كاين هناك دلاح تتباع والناس يقبلون على شراء هذا الدلاح، هذه مسألة خطيرة. راه عمر الدلاح ما كان تيوجد في أفغيل وماي. نجاوبك استاذ نبيل عياشي نيابه على المستمعين. نعم. اكيد اللي مشاو حتى هما طرحوا السؤال. نعم. في السوق فاش بغاو يقتنيوا حتى هما تشهاو هذيك الدلاح، شافوا كبير وزويون. نعم. تشهاو وبغاو يعرفوا. انا بصفتي زعما تنقدم معك هاد كل وتمهن، قلت ليه كيفاش كاين هاد الدلاح في هاد الوقت هذا في شهر 4؟ قال لي هذا تزاكوره. قلت لي واخا تزاكوره احنا يعني الدلاح تنعرفوا كاين في يونيو في يوليوز. قال لك لا، زاكوره فيها الصهد قبل منا. لا شوف، هادي ما كاينش من الصهد كاين قبل منها، ما كاينش الصهد. الصهد تي كاين في زاكوره في الصيف، رماها الزاكوره في بي 40 دوغري في جونفي. هادي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ملي تيولي واحد الغذاء تيوجد قبل وقته، يعني هنا علامة استفهام كبيرة جدا. شنو هي المكونات اللي دارت لهذيك الدلاحة ولا هذيك البتيخة ولا هذيك السويلة ولا ذاك العنب باش يوجد قبل الوقت ديالو؟ عمر ما عقلت أنا الدلاح كان تيوجد قبل الوقت بهذا الشكل. الصغر ديالنا ما عمرنا عرفنا. هاد السنة هاد العامين ولا ثلاث سنين عاد ولات دلاح، وعلى هاد زاكورة ما كانش شحال هادي عاد ولات دابا، على هاد الشمس ما كانش في زاكورة شحال هادي عاد ولات دابا. فما نبقاوش نعطيو للناس نتهمو زاكورة. لا نعم، فزاكورة بالعكس بريئة من هاد الوجود ديال الدلاح. فأنا تنصح السادة المستمعين اللي تيسمعونا الآن، الله يهون الناس ربما اللي كلاو راه غيكونوا شافوا بأن إسهال كبير جدا. الان الناس يجوا عندنا هذا يصابون بالاسهال مجرد ما تاولوا لهم هذا الموضوع. هذا قوس فتحناه طويل بزاف، يسمحوا لنا الساده المستمعين، لكن كان تيحس في قلب الاستاذ نبيل عياشي انه يتكلم عليه لانه هو شاف يعني حالات ديال الاسهال كثيره هذه. خطيره جدا. نعم، فانا بغيت نقول ان الاغذيه اللي خصها تبقى حاضره في الموسم كامل باش الساده المستمعين هي من الاغذيه، هذه الاغذيه هي اللوبيا. اللوبيا للاسف حنا كيف ما شرتي عندها مجموعه ديال الاتهامات، انها تدير غازات، انها تدير انتفاخ، انها تدير انها تدير. كاين هناك الصحيح والخطا في هذه المعلومات. احنا تحدثنا عن البروتينات هذا الاسبوع. اللوبيا تعتبر من الاغذيه الغنيه بالبروتينات، 7% ديال البروتينات، وخصوصا بعض الاحماض الامينيه اللي هي مهمه بحال الليزين. فتناول ديال اللوبيا، الناس اللي باغيين يقويوا العضلات ديالهم وخصوصا بالنسبه للشباب اللي تسمعونا الان، كل لوبيا لانها غنيه بالمكملات، ما يسمى بالمكملات. نعم، وغنيه حتى بالنشويات، تتعطيك جوج لمصادر الطاقه اللي هي مهمه اللي هي النشويات والبروتينات. بالاضافه لهذا فعاودت هذيك 20 بيض البيضه في النهار مثلا يعني. تناول ديال اللوبيا 150 غرام ديال اللوبيا. فهذه من جهه. من جهه اخرى اللوبيا هي غنيه ومنجم ديال الاملاح المعدنيه، البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، الحديد، الفوسفور، النحاس، هذه كلهم كاينين في اللوبيا. تناول ديال اللوبيا
تيخلي يعني دابا انا باش نهضروا على العضلات تيخليني غنستافد من البروتينات اللي فيها وغنستافد من النشويات اللي فيها وغنستافد من الاملاح المعدنيه اللي فيها وخصوصا البوتاسيوم اللي عنده علاقه كبيره بالعضلات. هنا ملي تنجي نهضر على اللوبيا تيقول لك بان تقريبا 125 غرام ديال اللوبيا واحد زلافه صغيره فيها تقريبا نفس الكميه ديال البروتينات اللي كاينه في ستيك ديال اللحم في طريف ديال اللحم. فكيف يعقل ان الناس سمحوا في اللوبيا ولو عطينا غير اللحم 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 اللحم؟ هذا خطا. بالاضافه اللوبيا بنينه على الطريقه المغربيه الاصيله. يا لالا والله العظيم لو كان نعرفوا شنو كاين في اللوبيا تناكلوها كل نهار. ما تضرش. علاش تضر؟ تضر الناس اللي تضرهم اللوبيا عندهم مشكل في الجهاز الهضمي ديالهم. مشكل في الجهاز الهضمي علاش؟ لان فيها الياف غذائيه فيها بروتينات وفيها نشويات وبالتالي في الهضم ديالها تطلب واحد نقدر نقول بين قوسين واحد المجهود كبير على مستوى الجهاز الهضمي. داكشي علاش من الافضل التناول ديال اللوبيا خصو يتم بلا خبز لان النشويات ديالها فيها. فمن تنتناول انا هذيك اللوبيا وخصوصا الناس يديروا معها الحوت والحوت مقلي تولي مشكل كبير واكبر لان اللوبيا ولا العدس ولا البصاره ولا الفول خصهم يتكالوا بوحدهم ياك خصنا نزيدوا معاهم جوج الحوايج يا اما الفلفله يا اما البصله. جميل. هادو جوج الحوايج اللي خصنا نزيدوا معاهم. علاش؟ لان البصله تتسهل عمليه الهضم وبالتالي في تناولها مع اللوبيا تتخليني انا نستافد اكثر. فالتناول ديال اللوبيا خصو يتم بجوج ديال الحوايج يا اما نتناولوا معها البصله أو لا نتناولوا معها الفلفل. علاش؟ لأن البصلة تسهل عملية الهضم وتتخليني أنا نستفد أكثر وأكبر من المكونات الغذائية اللي كاين في اللوبيا. الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال فقر الدم وتظنوا بأن فقر الدم يعالج فقط عن طريق تناول اللحوم، هذا خطأ. اللوبيا تدخل في الأغذية الغنية بمادة الحديد وهي تعتبر من أغنى من العدس من مادة الحديد. الناس يظنوا بأن العدس هي اللي فيها الحديد بزاف. لا، اللوبيا فيها الحديد أكثر من العدس. بالإضافة لهذا اللوبيا فيها لا فيتامين بي 1 لا فيتامين بي 6 لا فيتامين بي 9. هاد الفيتامينات هادو مهمين جدا بالنسبة للكريات الحمراء وبالنسبة للجسم ديالنا وبالنسبة للوقاية من المشكل ديال فقر الدم. فهاد اللوبيا ملي ما تندخلوهاش للجسم ديالنا شنو تيوقع؟ تيولي أن الشخص يعاني من بعض من نقص في بعض المكونات الغذائيه اللي ما تيمكن نلقاوها الا في اللوبيا. فملي كيف يعقل اختي سميره ان تكون عندك طفل وهذه شهرين ما كلا لوبيا وتجي في الاخر وتتحاسبوا علاش ما تيقراش مزيان؟ لا، حاسب راسك انت الاول علاش ما عطيتيهش اللوبيا. ما يمكنش ان انا تنقولها للاباء وتنقولها للاطفال اللي تسمعونا. قبل ما تحاسبوا وليداتكم على النتيجه اللي جابوا لكم حاسبوا روسكم على النظام الغذائي اللي ستعطوا لوليداتكم. لان كاينه علاقه وتيده كبيره جدا. اش من مصدر الطاقه غيدخل الطفل الجسم ديالو من غير الماكله؟ ما عندوش مصدر اخر. الطفل يعاني من نقص في الحديد. كيفاش بغيتي يخدم مزيان؟ ما يمكنش. طفل يعاني من مشكل ديال نقص بعض المكونات الغذائيه ما يمكنش انه يركز وما يمكنش انه يعطي. لهذا فالناس خصهم يفهموا وخصهم يعرفوا بان تناول ديال اللوبيا بطبيعه الحال اللوبيا او ما شابه اللوبيا، ولكن انا هضرت على اللوبيا لان الناس يظنوا بان اقل قيمه غذائيه من بعض القطن الاخرى، ولكن كسوا اللوبيا كسوا العدس كسوا الفول هي تعتبر بين النشويات وبين القطاني للاستهلاك ديالها على الاقل مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. ممكن نديروها سلاده، ممكن نطيبها بالمرقه ديالنا بلاصوص عاديه، كل واحد يطيبها كيف ما بغى، غير المهم انه يدخلها، المهم انه يتناولها، لان عدم تناول اللوبيا يؤدي الى نقص في الحديد، عدم تناول اللوبيا يؤدي الى نقص في الاملاح المعدنيه كماده البوتاسيوم مثلا، عدم تناول اللوبيا يؤدي الى نقص بعض المكونات الغذائيه اللي هي ضروري. لان دابا المشكل النقطه الايجابيه اللي كاينه في اللوبيا انها تجيب لك النشويات وتجيب لك البروتينات وتجيب لك حتى باش تستعمل هذوك البروتينات والنشويات. لان النشويات باش يتهضموا ضروري وجود فيتامينات المجموعه باء. هاد الفيتامينات المجموعه باء كاينين في اللوبيا، وبالتالي في اللوبيا تجيب لك النشويات، تجيب لك البروتينات وتجيب لك باش تستعملهم بخلاف المنتوجات الاخرى. واضح. قبيلة تكلمتي لنا على ضروره تناول البصله مع مع اللوبيا، الى طيبناها بها يكون مزيان؟ بطبيعه الحال خاصها تطيب معها، ولكن الى زدنا كليناها معها حتى هي خضراء يكون افضل. ويكون احسن. نطيبها بالبصله بطبيعه الحال، ولكن نزيدوا ناكل. الناس خصهم يرجع ديك القضيه ديال اننا ناكلوا البصله خضراء. خضراء بحال المصريين ياك. نعم، لان فيها فائده كبيره، فيها فوائد كبيره البصله الخضراء. واضح. اذا انا غادي نفكر او نذكر المستمعين بالوصفه العاديه ديال
اللوبيا البيضاء مطيبه على الطريقه المغربيه يعني العاديه والتقليديه، تنحتاجوا فيها البصله الثومه بالزايد كلشي محكوك ياك، مطيشه محكوكه حتى هي باش نصوبوا لاصوص ديالها، شويه الخرقوم شويه الابزار شويه الكمون شويه الفلفل الحمراء قزبر معدنوس مليحه شويه المليحه الزبيده البلديه ياك، واحد معلقه كبيره د مطيشه الحك، تنخلطوا هاد لاصوص مزيان نشحروها ونزيدوا عليها الماء واللوبيا البيضاء نسدو عليها. فاش طيب انا غادي نزيد لكم واحد الحيله واحده اخرى سهله في الطياب ياك، سهله سهله جدا ما كنتيش عارفه ياك حيت مادام هي اللي تتصوبها الوالده هي سهله بزاف بزاف في الطياب ما تتطلبش مجهود كبير. الحيله اللي غادي نضيفها ان لكل المستمعين والمستمعات هي كيفاش تحببوها الاطفال الصغار. انا شخصيا تنزيد فيها حتى الاخر حتى تطيب هذوك لي سوسيس دو كوكتيل صغيورين بودين تيكونوا تقريبا طيبين وتيكون فيهم مذاق ديال الفومي، بعض الحبات فقط تنقطعهم وتنلوحهم باش ياكلوا كلشي تماما غير تيطلقوا الريحه ديالهم هذاك الشيء، يعني الناس تعجبهم الدراري الصغار تعجبهم هذه الوصفه وبالتالي تياكلوا اللوبيا.